نبقى في نيمبوس دائما لنتعرف على مسار هشام القاوي المغربي الأصل وبطل أوروبا في رياضة الكيك بوكسين. استطاع هذا الشاب ذو 30 عاما أن يحقق العديد من الألقاب الرياضية والفوز بكل مباراة خاضها. عزيمة هشام وروحه القتالية أسهمت بشكل كبير في نجاحه وتألقه. أنا بديت في 2005 بديت بهذا الرياضة وترينيت شهر والمدرب في هذاك الوقت رحال ندري قال لي علاش ما تجرب شي الماتش وجرب دخلت الرينج دابست واحد الماتش وربحتها ودابست مزيان وقال لي عندك المستقبل في هذا الرياضة. ومن هذاك النهار بديت كنتريني نيشان كل نهار كنتريني ودابا دابست واحد 45 مقابلة وخسرت 3 و 42 ربحتهم. جبت شامبيون بينيلوكس شامبيون أوروبا. يتميز هشام بأخلاق عالية وهدوء أعصاب ما يجعله محبوبا لدى عائلته المقيمة معه بهولندا. شهادة والده وإن كانت مجروحة إلا أنها تبقى معبرة. هشام ولدي الحمد لله من صغر ديال ما عنديش معه أي مشكل، ديما ترونكير ما كيدابس ما عمرو دابس الى يومنا هذا، ما عمر زعما جاب لنا شي صداع ولا الاخر. الاخلاق ديالو مزيانه وهو هادئ يعني ما فيهش هذاك الاعصاب، مع الاعصاب ما فيهش. عندي الوالدين ديالي كي ساعدوني في هذه الرياضه. الوالد ديالي حتى هو كان كيدير كاراتيه والتاكواندو والبوكس مي كان صغير، هو كيعجب له الرياضه كما كانت وكيمشي الا كنمشي ندابز كيمشي ديما معايا للكالات وهذاك الشيء. والوالده ما بغاتش، الوالده ما كيعجب ليهاش الضاق والضرب. عندي لاصال ديالي فكن تريني الدراري جاو عندي من كان عندهم 12 عام ودابا عندهم 17 كيدابزو في اكلاس اكبر مستوى اللي كاينه في كيك بوكسين. كنجيبو النتيجات فيما كنمشيو كنجيبو النتيجات مزيان وبزاف مغاربه اللي عندي اللي كيتريني وان شاء الله الى ما ندابش انا الدراري ديالي يدابزو ويجيبو يطلعوا حتى هما الرايه ديال البلاد. في سبتمبر هذا العام دابست في الحسيمة واحد الماتش، كون بغيت ندابز في بلادي شي نهار وعطاو لي الشانس باش ندابز تماك ودابزت في الحسيمة وربحت في كاو في الروند الثاني. يطمح هشام إلى تحقيق أهم الألقاب العالمية مستقبلا ورفع راية المغرب في أكبر المحافل الدولية، كما يسعى إلى نشر هذا الصنف الرياضي في المغرب عبر نقل خبراته إلى أرض الوطن. واحد مرة دابست هنايا في روتردام وعندنا هنايا مدرب في أمستردام أحسن مدرب في العالم مشيد سميتو معروف حتى معروف في المغرب، وشافني دابست في روتردام مع واحد الأخ ديالنا حتى هو مغربي وربحت منه. جا عندي قال لي واش بغيت تمشي معنا لتايلاند باش تشارك مع ليكيب ناسيونال ديال المغرب في الموتاي في تايلاند وتهز الرايه ديال المغرب. انا عجبني الحال باش نهز الرايه ديال المغرب ومشيت معاهم، وفي سيمي فينال خسرت بحق جبت بلاص 3 في العالم باش تلعب على الرايه ديالك شي حاجه يا سبيشال كتهز يا لا خص تعطي كل شيء في الرينج فهمتي كتهز الراية ديال البلاد ويا مع الأسف ما جبش الذهبية بالحق إن شاء الله في المستقبل نجيبها.
المستوى في المغرب كيطلع دابا شويه بالحق المدربين وهذاك الشيء ما عندهمش بزاف فاسيليتي ديال لانتريما وهذاك الشيء والمعروفات ما عندهمش بحال هنايا في هولندا عندنا كل سيمانه تقدر الدراري يدابزوا فهمتي في المغرب يا ماشي كل سيمانه كيدابزوا الدراري وكسميدا بحال الى تشوف المستوى ديال هولندا هولندا طلعت بزاف اكثر من المغرب في المستقبل كنشوف الدراري ديال المغرب غادي يطلعوا مزيان وكاين بزاف ديال حنا مغاربه كندابزوا عندنا القلب ديال مدابزه وما كنخافوش هذاك الشيء علاش وكاين مستقبل في البلاد في هذه الرياضه 100% البروغرام اللي عندي ديال المقابلات ان شاء الله عندي شهر 3 في امريكا ان شاء الله الى في لاس فيغاس وفي شهر 4 ولا 5 عاد كنشوفوا واش هنايا في هولندا في أرنم ان شاء الله كاينين دراري بزاف هنايا بحالي انا شامبيون دو مون شامبيون دوروب كيجيبوا كلشي بحق مشجعه من المغرب ديال يا الراي ديال كيك بوكسين ولا ما نعرف شكون ما كيشجعناش بحال كتشوف الدول بحال روسيا وبحال بزاف الدولات الرئيس ديال هذيك اورغانيزاسيون كيخلص الدراري بحق الا كيخلصهم كيترينيو بجهد عندهم الوقت باش يترينيو باش حنايا دابا خصنا نخدمو في الصباح شوف العشيه واش عندك الوقت باش تمشي تريني الا كنمشيو مع الفرقه ديال المغرب كنمشيو تايلاند ما كيعطيو لينا والو كنمشيو تماك غير على الرايه وصافي بحق حنا كنخليو الخدمه هنايا ديالنا ما كن كنخليو خدمه ما كنمشيوش كنخدمو وكنخليو بزاف المسائل باش نمشيو نطلعو الرايه ديالنا بحق خصنا المشجعه حتى حنايا من المغرب نشكر قناة الأطلس لهذا الريبورتاج وإن شاء الله المغرب غادي تشجعنا باش يديروا غالات كبار في المغرب ونوليو حنايا أحسن دولة في العالم في هذا الكيك بوكسينغ والدراري يجتهدوا ويخليو المصايب اللي ماشي مزيانين يخليوهم ويترينيو مزيان يتدربوا ويقراو مزيان إن شاء الله هذاك الشيء اللي كنتمناه.